يا هلا ويا مرحبا فيكم في مطبخ حياة. اليوم أنا مجهزت لكم وصفات جدا لذيذة، ثلاث وصفات مختلفات، وراح نبدأ أول شيء بالسلطة. اليوم راح نسوي مع بعض سلطة الزعتر. خلونا نشوف المقادير اللي أنا جبتها علشان نسوي السلطة اللذيذة هذه مع بعض. علشان أسوي السلطة هذه راح أحتاج حق مقدار من الزعتر الفرش، عندي هني مقدار من دبس الرمان، زيت الزيتون، عصير الليمون، وراح أحتاج حق دبس الفليفلة وشوية ثوم جوز اللي هو عين الجمل، وطبعا اليوم راح أستخدم التشيري توميتو، ما راح أستخدم الطماط الكبير، وعندي هني أوراق النعناع، عندي هني زيتون أخضر مخلي وتقدرون تستخدمون اللي فيه مخلل بعد يكون لذيذ، وعندي هني مقدار من البصل الأخضر اللي أنا مقطعته بهاي الطريقة، وطبعا المكون الأساسي في الوصفة جبن الحلوم. خلونا أول شيء نسويه نقلي جبن الحلوم وبعدين نكمل باقي الوصفة. راح أحط مقدار من زيت الزيتون، علشان تحصلون على نتيجة جيدة وقت ما ان انتو تقلون او تحمرون الجبن الحلوم، مهم جدا قبل القلي بمدة تنقعونه في ماء بارد. برفع النار شوي، وفي هالاثناء راح اسوي الصلصة او الدريسنج حق وصفتنا اليوم. عندي هني مقدار من دبس الفليفلة راح يعطي نكهة وايد لذيذة حق صلصة السلطة، وعندي هني مقدار من الثوم، اخلطهم مع بعض. الحين راح اضيف عصير الليمون، زيت الزيتون، وعندي هني دبس الرمان مقدار بسيط، والباقي راح احطه على السلطة من فوق. بخلطهم وبحط عليهم رشة فلفل اسود بسيطة، طبعا مقدار بسيط من الملح لان الدبس اللي انا حطيته دبس الفليفلة مالح. بترك الصلصة على صوب وبرجع اكمل الجبن معاكم وبعدين نكمل سلطتنا. انا ابغي اللون يصير ذهبي حلو، ما ابغي طبعا يحترق. طبعا حالات جبن الحلوم وقت تقديمه ان انتو تسوون الخطوة هذه، حتى حق السندويشات تقدرون تسوون نفس الخطوة حق جبن الحلوم، وبعدين تسوون سندويشات مع خلطة البيستو يكون طعمها وايد لذيذ. الحين راح أشيل قطع الجبن اللي تحمرت عندي، شوفوا هاي هو اللون الذهبي اللي أنا أبغيه، ما أبغي الجبن يحترق عندي. بترك الجبن يبرد شوي وبجيب معون شوي عود، وبحط فيه كمية الزعتر اللي أنا راح أستخدمها حق السلطة اليوم. راح أخلي عليهم مقدار من الصلصة اللي سويناها، الحين بترك الزعتر على صوب البورد اللي راح اقطع عليه التشيري توميتو، ما راح اسوي له وايد تقطيعات، هو تقطيعة بسيطة جدا، بس اخذ التشيري توميتو اقسمه من النص وبس. بترك الطماط على صوب وعندي الزعتر جاهز. الحين راح ابتدي شوي شوي أجهز طبق التقديم وأغرف السلطة فيه. الحين بنجيب أول شيء الزعتر،
باخذ كمية من الزعتر وبحطها في طبق التقديم بهاي الشكل. الحين بترك طبق التقديم على جنب وبحط الشيري توميتو عليهم. عندي هني مقدار من الزيتون الأخضر المخلي، وعندي هني شوية من أوراق النعناع، عندي البصل الأخضر، عندي هني الجوز. طبعا الجوز تقدرون تستبدلونه بأي نوع من أنواع المكسرات اللي تمشي مع السلطات، يعني مثلا ممكن تضيفون الصنوبر، ممكن تضيفون البامكن سيدز اللي هما بذور اليقطين. الحين بحاول اني انا امزجهم مع بعض، واذا حسيت اني لازم اضيف شوية من الصلصة راح اضيف. عندي الجبن طبعا ما ننسى، الحين عقب ما حطيت السلطة في طبق التقديم عندي هني قطع جبن الحلوم عقب ما بردتهم راح اخليهم بهالشكل. عندي هني المتبقي من الصلصة، وعندي طبعا حبات الجوز. وبكذي سلطة الزيتون مع جبن الحلومي صار جاهز بمقادير بسيطة وسهلة. سوينا سلطة لذيذة مفيدة ومغذية، ما فيها وايد مكونات لكن قيمتها الغذائية عالية. جربوها بطريقتي وسووا الصلصة مثل ما أنا سويت، وعليكم بألف عافية.